عبد الباسط. الاسبوع اللي فات كنا قلنا انه الاهلي بعت خطاب لاتحاد الكوره بيقول له انه عرفني للبطولات المستحدثه والسوبر والكلام ده، قلت لك هيبعت يوم الاربع خطاب، وبعت الخطاب اللي هيظهر معانا على الشاشه دوت اللي هو بعته في بيان رسمي انه بيقول لهم للمره التانية عرفوني راسي من رجلي، يعني انا عايز اعرف البطولات اللي انا هلعبها. هو ده بالظبط. وقال له عرفني اللائحه بتاعت مسابقه السوبر والمسابقه السوبر للانديه الابطال علشان خاطر انا عندي ارتباطات مهمه عايز بناء عليها احدد التزاماتي. طيب برضو للمره الثالثه انه النادي الاهلي لو ما راحلوش خطاب هيرد على اتحاد الكره للمره الثالثه، بس الرد المره دي هيكون اعتذار عن المشاركه في البطولتين سواء سوبر عاديه او دوري سوبر الابطال او سوبر الانديه الابطال. ولكن انا بقول لك خلال واحنا بنتكلم وارد مثلا خلال ساعه خلال ساعتين الصبح بالكتير يكون الخطاب وصل من اتحاد الكوره للنادي الاهلي، لانه وصلهم انه النادي الاهلي ما بيهزرش والنادي الاهلي في الحاله دي هيعتذر ولو اعتذر مش هيرجع في كلامه تاني. فاتحاد الكوره نوعا ما هيشرح الموقف للنادي الاهلي بكره وهيقول له في خطاب، هو خلص الخطاب بس لسه ما اتبعتش. الاهلي عنده تشديد كبير جدا ومتمسك بموقفه تجاه فكره العقوبات الصادره من اتحاد الكوره في مباراة السوبر الماضية، خاصة ما يخص طرف المباراة الآخر اللي هو الزمالك. بالظبط، هو الأهلي متمسك إنه طالما الزمالك لعب وفي كلمة سوبر فأنت الزمالك المفترض يتوقف، فأنت ما نفذتش اللائحة، فأنا بالنسبة لي مش هلعب بطولة مالهاش لائحة. طبق لائحتك وبعدين هاجي ألعب هذه البطولة. اتحاد الكورة علشان موضوع الخطاب بس هيبعت خطاب بكرة يقول لهم أنا بعت للكاف علشان يقول لي دوري السوبر الإفريقي إمتى، علشان أنا هلعب البطولة دي يا قبله يا بعده، بس أنا مستني التوقيت بالظبط، فانا ما اقدرش احط لك اي مواعيد غير لما ده يجي لي علشان خاطر اسكن لك المواعيد كلها. ده خطاب يعني ايه تسكين شويه لحد ما اتحاد الكره يجي له المواعيد ويعلن بها النادي الاهلي، لان هم مش عارفين يحطوا جدول الدوري. بص كل المسابقات بالنسبه للنادي الاهلي هم حتى في اتحاد الكره بيفكروا ازاي، يقول لك الاهلي السنه دي مش معانا، الاهلي عنده سوبر افريقيا، عنده دوري سوبر الابطال، عنده دوري ابطال افريقيا، عنده معمعه كبيره، عنده كاس عالم الانديه. فهم اصلا النظام بتاعهم، وكابتن حازم امام قال لك امبارح والله العظيم الاقتراح اللي قاله كابتن حازم امام امبارح 10 على 10 يا ريت ياخدوا بيه، يعني انا شايف ان هو اكتر اقتراح منطقي يا جماعه. يعني ما اعرفش الانديه هتبقى متمسكه 9 جولات هتشيلهم، هتشيل 9 جولات، 9 جولات هيقولهم ال 34 25 جوله، ولازم الانديه تيجي على نفسها. الانديه هي اللي بتيجي ترفض وبعدين هي اللي بتيجي تشتكي بالظبط، وبعدين تصدر للجمهور وتقول لك بعدين تصدر للاعلام بالظبط، بعدين نقعد نتخانق كلنا مع بعض. بس هو الموضوع عايز ايه في النهايه؟ قرار جريء، قرار جريء، حد ياخد القرار الجريء تخلص الموضوع. المفروض الرابطه بصراحه تاخد بالظبط كده.